المهم قعدت اتناقش مع الدكتور في حاله العمود الفقري هذه، فقال لي هل هي رود ترافيك اكسيدنت ار تي اي او لا. قلت له لا، هذا الشخص يعني هو عامل كذا وطاح من فوق عماره فبس يعني. فالمهم نعم، فانتهينا من هذه. عندنا الحاله الاخيره هنا، شخص عنده يعني طفل جاء عنده فيفر وعنده كف، وبرضه تقول امه انه يعني طاح في السياره، في السيارة طاح تقريبا وشكله عض على اللسان ولا زي كذا، وقالت انه عنده اتفاخ. فجينا نفتح فم ونطالع، لقينا ايش؟ لقينا زي الحبوب في داخل فمه هنا وفوق هنا وبابا هنا. لقينا انه ايش عنده؟ عنده حبوب زي كذا فيها زي الصديد تقريبا. نعم، وطبعا الطفل يعني مو قادر ياكل من الالم هذه، من الالم تقريبا الدمامل اللي يسموه الفمه. فالمهم فالدكتور كتب له هذا الدياغنوسيس اللي هو المرض اللي اول مره اسمع عنه، اللي هو جينجيفو ستوماتيتيس. واعطاه اسايكلو فير، واعطاه ادول، واعطاه ايبو بروفين. طبعا كان الدكتور يقول يعني لما الطفل طاح تقريبا وعض على لسانه او عض على شفته ايش يعني، سوى جرح فمه. طيب، فقال الجرح هذه ممكن انها دخلت فيه بكتيريا او فطريات، فهي اللي سببت هاي الدمامل داخل الفم. وكانت الام تقول هنا عنده منفوخ صح، طالعنا هنا لقينا عنده ايه؟ الغدد الليمفاوية. طبعا هنا سب مانديبل، هنا something else، سب حاجة ثانية. فالمهم هنا في هذا المكان لقي عنده ايش؟ اتفاق في الغدد الليمفاوية اللي هنا. نعم، هذا كل شيء. اتمنى اللي قدمته يكون مفيد. كان معكم ابراهيم النعمي. اي وش وندرفول داي، اند باي باي.